السلام عليكم. في فيديو جديد اليوم جينا نديرو مع بعض قلب اللوز. الوصفه تاع قلب اللوز كنتو كامل طبتوها مني، انا كنت مستنى شويه يقرب رمضان ونديرها لكم، انا جيت نديرها لكم. حبيت نقول لكم في بدايه الفيديو اني جربت شحال من وصفه تاع قلب اللوز. هذه هي الوصفه اللي نالت اعجابي وحسيت لوغو تاعها يشبه تاع قلب اللوز، ودرتها معاكم ما بصح شنو ما صورتهاش، درتها في الفيسبوك حطيتها العام اللي فات. سيت موراها قلب اللوز تاع الميكسر، دوك نخليكم الصوره تاعو. هو شكله شكل قلب اللوز ويجي طري وكلش، تصدقوني في البنه ما عنده حتى علاقه بقلب اللوز. قولوا بسبوسه، قولوا اي حاجه، ما تقولوش قلب اللوز، ما عجبنيش في الكو. وانا ما نقدرش ندير لكم حاجه ماشي مقتنعه بها، انا جيت ندير لكم قلب اللوز اللي انا عجبني وقنعني. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. بالنسبه لهذه الوصفه راح نسبق ندير، شوفوا سنيوه اللي انا عندي، سنيوه هذه تاع 40 على 30 سنتيمتر، وانتم شوفوا سنيوه الا حبيتوا تنصفوا ديروا هذيك الصغيره ولا دبروا راسكم ديروا سنيوه اللي حبيتوا. المهم نوريكم كيفاش ديروا. نفرغ السميد، نشوفها لازم تكون 1 سنتيمتر، ما تكونش عاليه بزاف باسكو مع في الكوشه يزيد يطلع. انا ماذا بيا ما يجينيش عالي، ما نحبش قلب اللوز عالي. نساويها كامل هاي ليك، ديروا صبعكم وشوفوا ابي بخير شحال، وشوفوا حتى من لحقت لي في السنيوه. انا خاطر مع الطياب وزيدي تنفخي طلع لي بالك حتى لهنايا. الوغ هذاك هو. دوك واش نديرو؟ نحكمو هاد الوسمو، نديروها في 3 كيلات، سواء 3 كيلات ولا 3 كيسان ولا خيرو كيله اللي حبيتو. المهم هذاك الكاس اللي تكيلو به ماذا بكم يكون عندكم منه اومو 4 كيسان. تكون فاهمكم علاش دوك نحكم هذه الكميه، نجي نديرها هكا بالتساوي باش نعرف الكيله. دوك كيما قلت لكم تقدروا ديروا بالكاس هكا بالتساوي حتى تخلص لي السميد. انا درت لي كيما راكم تشوفوا هاد الكيلات معمرين، ها هي كيله معمره يعني 3 كيلات. دوكا واش نديرهم في البيطخون تاعي؟ هاد المرحلة اللي أنا حنا نديرو نخلطو في البيطخون بالكا. نتوما تقدرو تحكمو هاد السميد والسكر، تماصيوهم مليح بيديكم، تقعدو واحد تلت دقايق حتى خمس دقايق وانتوما ديرولو هكايا السكر مع حتى نولو ما نشوفوش هذاك السكر. كما قلتلكم تسمى 3 كيلات تاع السميد بكيله ونص تاع السكر. دوك ندير السكر قدامكم، هاوليك نجي ندير كيله ونص. هاوليك نزيد نص، هكذا كما راكم تشوفون اللي درتو في البيطخان. قلت لكم بلي ماشي لازم، صح هي راكم تعرفوا البيطخان الجهد تاعكم شغل يوفر لكم الجهد، هذه كلمه مناسبه. نقعد نخلط فيه مده 5 دقائق بالكا. دوك انا واش عندي؟ عندي شوفوا الكيله وين وصلتها بالزبده، شوفوا راهي تقدروا تقولوا في النص، هاي ديك في النص تاع زبده دايبه وبارده. عندي هنايا مغرف صغيره تاع لافاني، وعندي هنا تاع هنا عندي الملح منش انا جاي صايمه اعذروني. عندي هنايا نص مغرف صغيره تاع الملح ومغرف صغيره تاع لافاني. دوكا نضيفوا الملح نخلطوه شويه، كي يتخلط نضيفوا كما قلت لكم. هذه العمليه تقدروا ديروها بيدكم تاع تماصيو السكر مع دوك نبداو نضيفوه بالزبده في الزبده بشويه وحنا نخلطو. نضيفو لافاني، دوكا نجو نديرو ماشي ربع، نص ربع، نديرو غير شويه من هاد الكيله تاع هنا. واش عندي؟ عندي ماء وماء الزهر، ياك ناقصه اصبعين. دوك ندير لكم شوفوا هكا، شوفوا ناقصه دو دوا. نجو نديرو شويه منها فوالا، ونحركو حتى نتحصلو على خليط كيما تاع الرمل. سنيواني حطيتها مليك، قلت لكم حتى تحصلو على خليط كيما تاع كيما الرمل كيكون مشمخ، يتسيو يتجمع بعد يتفتت، ماشي معجن. دوك نوريكم.
فبون خلطناها مدة دقيقة. دوكا نوريكم قوامه، شوفوا قوامه كيفاش داير، كي الرمل كيكون مشمخ. ها وليك كيما ما نقلب اللوز يا اخي مع الاول يكون هكا بعد نبيدوه، راح ندير بيتو المقروط. المقروط يا اخي هكا درته لكم ديجا في الفيديو السابق، نغطوه دوكا واش نديرو باش يتنفخوا. انا نهار درت قلب اللوز هذيك تاع الميكسور فاش ما عجبنيش، حسيت ما ادري داب السكر باسكو علاش زعما يديروا الميكسور باش داك السكر يذوب. ما ادري داب السكر مي بصح هاد الحبات تاع القلب اللوز ما تنفخوش، حسيته يتغزغز في السنان، ما عجبتنيش كاع هاد العفصه. انا واش راح نديرو كيما راهو هكا، نغطوه بصاشي ونخلوه يبات ليله كامله. هاوليك كيما قلت لكم هاك ويتكسر، نغطوه ونعاودو نولو غدوه ان شاء الله. دوكا نديرو الشربات. بالنسبه للشربات واش عندي؟ عندي زوج كيلات نفس الكيله اللي كيلنا بها تاع السكر. هذا بربعه كيلات تاع الماء، نجيب السكر وخلاص لهنا. المهم زوج كيلات تاع السكر بربعه ماء. نزيد ندير 4 كيلات تاع الماء. هاي درت 4 كيلات تاع الماء. دوك ندير طرونش تاع القارص ونحطها تغلي ربع ساعة. مرة ما تغلي ربع ساعة نجي نضيف لها نص كيلة تاع ماء زهر. البنات نسيت ما قلتلكمش بلي تخلوه ربع ساعة مر ما يدار غليان، ماشي كلش كي يبدا يغلي تحسبولو ربع ساعة. دوكا نطفيو عليه هكذا ونضيفو نص كيلة ماء الزهر ونخلوه يبرد. هاوليك بعد ما خليتو غطيتو بيان سير وخليتو ليله كامله، شوفو تلاحظو انه راهو تنفخ السميد. دوك واش ندير؟ نحلو هكايا نفتحو ونعاود نحطوه في البيتخان تاعي. وكيما قلت لكم ماشي لازم البيتخان، تقدروا تقعدوا تحكموا تبقاو ديروا له هكا بيديكم مده ربع ساعه وانتم ديروا له هكا بيديكم باش يزيد يذوب. هو ديجا كي بيتناه يكون ذاب هذاك السكر، ونزيدوا له حنايا باش نضمنوا بلي قلب اللوز تاعنا يجي طري. دوكا واش ندير؟ نبدا نخليه يتخلط. قلت لكم انا باسكو ما نحبش منش حابه نخدم بيدي، قلت لكم خليه يتخلط ومن بعد غير يبدا يتخلط نضيف له الماء المتبقي. دوك نوريكم الماء المتبقي تاعي كما كنت خديته البارح. هاوليك دوك هو يتخلط نرمي الماء تاعي. هانيك بعد مرور ربع ساعة نطفيو عليه. دوكا كيما راكم تشوفو باين بلي داب السكر، شغل ولات كشغل تتلاصق، شوفو هاكا ولات. هاد المرحلة يعني هي لي تضمننا انو السكر تاعنا داب وما راحش يولي كراميل يتكراميليزا في الفوق تاعنا وراح يشرب لنا الشربات تاعنا. انا قلت لكم جربت شحال من وصفة، هادي درتها وليت ما نستغناش عليها صراحة، وصفة رائعة بالبزاف. دوكا نحكم السنيوة تاعي اللي كنت دهنتها بالسمن دايب، نرمي عليها هاد البريباراسيون. دوك نطاليوها بيان على كامل السنيوة تاعنا. دوكا نحكم نطليها هكايا بالسمن شوية من الفوق. شويه برك نمسح هكا الفانسو برك ما نشربوش ونكثروا له. ها نحب نستخدم هذه في قلب اللوز باش تليسي لي بيان. دوك نحكموا نقطعوا الاشكال اللي نحبوا بالموس ولا باي حاجه. هذا نخليها هكايا كي رانا نقطعو ما راناش نلحقو لتحت، ديروا حسابكم براسي وهذا ما كان.
دو كان دخلوا دا تحبوا ديروا دوكا المكسرات، انا ما نحبش ندير المكسرات باش ما ينحرقوش. تحبوا ديروا المكسرات دوكا ولا من بعدا؟ الوغ ندخلوا يطيب. كي يتحمر لي من الحواشي نشعل له من الفوق، لازم يتحمر مليح من تحت. ردوا بالكم لازم يتحمروا بيان، ماشي تلقاو مصفوره برك، لازم يتحمروا بيان لي كوتي باش تفيقوا له بلي طاب، وتشعلوا له من الفوق يتحمر. نطيبوا ونعاودوا ليكم. هاي ديك القلب بلوز تاعي بعد ما طاب. دوكا واش نديرو؟ نقطعوه باش تدخلوا الشربات بيان سور. شوفوا شحال راه طري، يجوز منه الموس وحده وحده. هذا بلا ما يتشرب. قلت لكم هذه هي الطريقه، هذا هو القلب اللوز، يعني الطريقه الناجحه تاع عيدك اللي تقدروا ديروها. ديروا فيها كونفيونس وجربوه، وان شاء الله ما راكوش رايحين تندموا. دوكا نبداو نسقيوه بالشربات اللي خدمناها البارح، الشربات بارده والقلب اللوز سخون باش ما يتعجنش. بسم الله. دوك شوفوا كيفاش يبدا يشرب. شوفوا هذا دليل واحد اخر انه القلب اللوز تاعكم ما راهوش يابس. راكو تسمعوا، شوفوا كيفاش راه يتشرب ما شاء الله. نخلو قلب اللوز تاعنا حتى يتشرب ويخلينا شويه هكا من الفوق السطح كيما البقلاوه، سوا سوا كيما البقلاوه. البقلاوه ثاني يا اخي كيفاش نعرفوا بلي خلاص ما نزيدولهاش العسل، حتى تولي كاين شويه العسل هكا مازالوا من فوق السطح تاعها. هاكا قلب اللوز تاعنا. دوك نخليه، دوك نعاود ندخلو الكوشه، نعاود ندخلو الكوشه ونخليه يبرد في غردو، ونعاود نولي لكم حتى يبات غدوه ان شاء الله. نوريه لكم ان شاء الله، نقطعو قدامكم ونوريه لكم ان شاء الله في ساحه التقديم. اما هذا كان محشي كنت درتو العام اللي فات بنفس الوصفه. هذه الوصفه اللي راكم تشوفوا اللي درتها معكم اليوم درتو، وجاني هاي درتو محشي. هاد المره معكم درتو ماشي محشي باش تجربوه، وكي تتاكدوا بلي صح مليح ان شاء الله ديروه ان شاء الله بالحشو. اللي حب ديروه ديريكت بالحشو دير بالحشو، اللي دايره فيه ثقه. على نقول لكم اللي حب، اللي تحب القلب اللوز مشرب ديرو كيما درتو انا مشرب، اللي تحبوا ناقص باسكو هو دوريجين طري قبل كاع ما نشربوه يكون ديجا طري. الو ديروا حسابكم شربوا شويه وشوفوا، ما تشربوش وتسقيوه بزاف من بعد تحصلوا فيه. وهذا ما كان، هذه هي ان شاء الله يكون عجبكم. دوك غادي نوريكم القوام تاعو، شوفوا شحال طري. ان شاء الله الوصفه تاعي اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش كما العاده ديرونا جيم في الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. بقاو على خير.